سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كاملين بألف خير وعلى خير. والحمد لله بهاد بداية فصل ديال الخريف والأمطار، تبارك الله الخيرات سيدي ربي اللي نعم علينا بها في هاد الأيام. إذا اليوم عندنا واحد الوصفة اللي هي همبرجر نباتي، كنعتمد فيه على الخضر بالدرجة الأولى، وهاد الخضر مشويين في الفرن، وغادي نقدمهم لكم. دابا عندنا جوج ديال الفلفلات، وحده حمراء وحده خضراء متوسطين الحجم، عندنا واحد البدنجاله متوسطه الحجم، عندنا جوج بيضات، عندنا بصله متوسطه الحجم مع جوج فصوص من الثوم، وقليل من العدنوس والقزبر، وقليل من الجبن موتزاريلا وإيدام، وعندنا الكرات، وعندي واحد المعلقه ديال الخل بلزاميكا. البنات راه هو صحي بزاف بزاف، المنافع ديالو كثيره، كنتمنى انكم توليو تناولوه افضل بكثير من داك الخل الاحمر او لا داك الابيض او لا داك الخل ديال الحامض. وعندي 240 مليلتر نتاع دقيق اللوز. بالنسبه للتوابل احبائي، عندي هنا شويه ديال الفلفل الاحمر حار وحلو، يعني نصف معلقه، وعندي هنا معلقه ديال الابزار، وعندي معلقه ديال سكنجبير، ومعلقه ديال الخرقوم، ونص معلقه ديال الكمون، ونص معلقه ديال الملح، وقليل من الزبده والزيت البلديه او زيت العود للطهي. اذا حبيباتي دوزوا معايا كاملين الطريقه ديال تحضير هذه الوجبه الهائله والصحيه بنفس الوقت. اذا هنا خلطت البيضتين مع قوصه تاع الملحه مزيان. دابا نزيد التوابل ديالي، الملحه ما غاديش ندير غير شويه وصافي باش ما يجيونيش مالحين، حيت كاين الجبن شويه مالح. كتولي بحال الصوص. اذا الان غادي نضيف شويه ديال الكرات. الكراس كيعطي واحد البنه مزيونه، حوالي معلقه صغيره. غادي نضيف الخضر ديالي كاملين، صدقوني البنات راه كتجي بنينه بزاف، هاد الهامبورغيسات ديال الخضر رائعين بزاف البنات. غادي نزيد معلقه ديال الخل بلزاميك، معلقه صغيره، وما يمطوني انك يساعدها باش كتنفخ. صافي نبقى نزيد لها البنات الدقيق نتاع اللوز. بشويه بشويه حتى كنجمع، كتشوفي لي عندي عقده متجانسه وما كتبقاش جاريه، باش كيمكن لي نشكلها كويرات بحال هامبورغيس. صافي انا هادشي اللي غادي نكتفي. اذا دابا غنشعل على المقله وانتم معايا. اذا حبيباتي هما الهامبورغيسه ديالنا كنقليوهم، بحيث غادي نكمل كلشي وغادي نقدمهم لكم تشوفوهم كي جا.
كنديرهم على هذا الشكل غريسات غريسات صغارين وكنقدموهم في الطبق ديالنا. يلا حبيباتي كنسالي القليان ونرجع معكم. انتما معايا حبيباتي، وهنا نهيت الطبق نتاع اليوم الهامبورغيسة النباتية. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم ورضاكم، والوليدات ديالكم ياكلوهم، ياكلوا جميع الخضار اللي ما مولفينش كياكلوها. اغلبيه ديال الاطفال ما كيبغوش ياكلوا الخضار، بهالطريقه غيوليو ناكلو لهم وندخلو لهم الخضار بطريقه صحيه وجميله. ونتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم حبيباتي. وانا قدمت الطبق ديالي الهامبورغيسات مع شويه الخيار والزيتون الاخضر والطوماط سوغيز، شويه المايونيز وشويه الخس طبيعه الحال. وهذا كيتسمى غذاء كامل، ويعني وجبه كامله فيها البروتينات فيها الخضار غنيه يعني، ومقليه في الزيت بلديه وشويه الزبده بلديه، يعني صحيه 100% وكيتونيه اون في نفس الوقت. بالنسبه للناس اللي ما كتتبعش هذا النظام الكيتوني، يمكن لها تعوض دقيق اللوز بدقيق الدقيق الممتاز. وانا كنفضل انكم تديروا دقيق اللوز افضل، لانه هو اكثر صحي من الدقيق الممتاز. الى هنا نكون انهيت الفيديو نتاع اليوم والوجبه نتاع اليوم. يلا حبيباتي نسمعكم بالف خير ان شاء الله، والى الفيديو المقبل ان شاء الله. وقبل ما ننهي الفيديو ديالي كنشكر جميع المشتركين الجدد، الف الف مرحبا بكم عندنا انا والقناه ديالي انا والاخت ديالي. نتمنى الوصفات ديالنا ينالوا الاعجاب ديالكم ونكونوا عند حسن الظن ديالكم. يلا حبيباتي قبلة كبيرة للجميع، مع السلامة.